السلام عليكم جمهور قناه العصر. المقطع ديال اليوم راه نسق القرعه وسق القرعه للكلاب، وكانوا بزاف السلالات، كان هناك تنوع وغتحكموا نتوما على الكلاب. هذا اكيد حنا كنصوروا لكم وانتم كتحكموا، وكنحاولوا حنا ما ندخلوش في الكلب ولا ما نعطوش الراي ديالنا، كنحاولوا نصوروا لكم داكشي اللي كاين وانتم تحكموا عليه باش ما كان. وشكرا جمهور قناه العصر، وشكرا للباعه اللي كيخليونا نصوروا حتى هما، احتراماتي لهم. وتحيه عائله قناه العصر اللي كتصور عليها اللي كتفرج فيها. وكنطلب اي واحد تفرج في المقطع ديالي يدير لايك، ما غيخسر والو، غيكون لايك تحفيزي لينا حتى حنايا. وشكرا جمهور قناه العصر. وهذه المره غندوزو ديديكاس، وغندوزو جوج الاولين، اول جوج هما اللي غادي يدوزو في ديديكاس ان شاء الله في الفيديو الجاي. هادشي اللي كاين، غنبقى كل مره ندوزو جوج وغادي نقولهم ان شاء الله هذه المره، واللي ما داش ديديكاس يسمح لينا. وشكرا جمهور قناه العصر، تحياتي لكم. اخي هنا سلاله الرطويله تبارك الله ما شاء الله، شحال عنده في السن؟ راه عنده عامين، راه كلب ضخم تبارك الله. انا نصوروا لكم راه شي حاجه ضخمه، اللي كيبغي الاحجام خياليه عنده عامين، كارني دفاكسا راه كلشي اون ريغل. والثمن 3000 درهم، راه شي حاجه ضخمه تبارك الله. راه انتم شوفوا 3000 درهم، وراه تكير عنده عامين، 300 اورو. والرقم ديالك اخي 0687 05 97 98 في الواتساب. هذا الرقم في الواتساب، راه فات الواتساب. لا عجبوش حاجه يتواصل مع الاخ رطويلر، عنده عامين تبارك الله، شي حاجه ضخمه. هادشي اللي نقول لكم انا. اخي هنا سلاله لابرادور تبارك الله ما شاء الله، شحال عنده السن؟ تكير ياك اخي تبارك الله ما شاء الله، راه شي حاجه زوينه. كارني دفاكسا كلشي اون ريغل، ها هو انتم كتشوفوا تبارك الله. ورا لابرادور راه شي حاجه زوينه، وشي يكون ديسيبليني مع الدراري شي يلعب معاهم ياك، ما عندكش مشكل في هادشي. انتم كتشوفوا راه داير الجلبات لي فاكسا تبارك الله ما شاء الله. والثمن هنا يا اخي الثمن 3000 درهم 300 اورو. انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. والرقم يا اخي 06 81 94 06 81 94 24 50 في الاخر. اللي عجبو هذا الكليب يتواصل مع اخ مباشره لابرادور. شحال هادشي السن ديالو؟ راه عنده تمرشر، كارني دفاكسا، كلشي اون ريك تبارك الله ما شاء الله. كليب زوين، هادشي اللي نقول لكم. الله يسخر، انتم راه كتعرفوا هادشي اللي كاين. انا رسول الله الرطويلر ياك اخي؟ الرطويلر شحال عنده السن؟ عام 17 كارني دفاكسا. راه كلشي كاين، راه كلب ضخم، هادشي اللي نقول لكم عليه تبارك الله ما شاء الله. والثمن؟ الثمن 3000 درهم 300 اورو 60000 ريال، هذا هو الثمن ديالو. راه بلي فاكسان كلشي، كارنيت فاكسان كلشي اون ريغل ياك اخي. الثمن 3000 درهم. والرقم ديالكم اخي 0682 08 96 46 في الواتساب. راه ما فيهاش الواتساب، اتصال مباشر. المهم الكليب انتم كتشوفوا راه شي حاجه ضخمه، هادشي اللي نقول لكم عليه. والله يسخر تبارك الله عليكم الاخوان. الثمن 3000 درهم، راه بالكارن ديالو داير لي فاكسين. السلام عليكم اخي، واش من سلاله هنايا؟ واش من الروتويلر؟ شحال عنده السن؟ عنده عام وشهر، راه كتشوفوا راه اغريسيف ما شاء الله. كارن فاكسين كلشي كاين. والثمن 2000 درهم، الثمن 2000 درهم للروتويلر. تكير ياك اخي، عنده عام وشهرين. كارني دفاكسا. والرقم 06 01 91 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبو هذا الروتويلر، راه تكير. كارني دفاكسا عنده عام وشهرين، يتواصل مع الاخ مباشره ولا غير الواتساب بالرقم. رفعت الواتساب راه كليب، راه شتو راه قويه، شحال ديال الحراسه ياك اللي بغى الحراسه. اخا اش من سلاله هنايا؟ هذا اخويا البلونوز. البلونوز تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. عندنا المليح معروفين بالبياس الضخم. وشحال الثمن؟ 1700. شحال عنده في السن؟ شهرين ونص. تكير متيوا؟ متيوا راه متيوا تبارك الله ما شاء الله. والرقم اخي 06 05 11 28 26 مرحبا الله يحفظك. اخاش من سلاله هنايا؟ المالين، المالين وزغبه حمراء، زغبه حمراء تبارك الله. شحال عنده السن؟ عنده عام.
كير الله طاق كل شيء جمه الله ما قلت شيء تبارك الله ما شاء الله كل شيء قبيح شايل عنده السن عنده عام ما قلت شيء تبارك الله ما شاء الله رشاد الخدمة ممكن تشوف تبارك الله ما شاء الله رجلي مشيت حاجه في الخدمه ممكن تشوف تبارك الله ما شاء الله قلت لي السن ديالو شحال ان شاء الله السن هو السن راه عنده عام كارنيت فاكسان ياك اخي كل شيء اون ريغل حيد عليه بنادم ممكن تشوف تبارك الله ما شاء الله راك اليوم قبيح و اللي ديسيبلين عم كيدو مع مولاك اسمع عليه تبارك الله ما شاء الله والرقم ديالك اخي شحال الثمن ايا نتسناو النمره شحال الثمن 2900 راك لي مليح تبارك الله الله يسخر ليك اصاحبي راه تكير عنده شي عام ياك عنده عام راه كارنيت فاكسا كلشي اوريد وكلي بي ديسيبلين ملي كيدفع مولا راه كيسمع ليه وراه الي اغريسيف في نفس الوقت ما كيعطيه لاطاك الله يسخر اخي الله يدير شي جوي شحال الرقم 07 03 28 52 42 في الواتساب رفعت الواتساب والكليب راه تشوف الفيديو اللي عجبو شي حاجه تواصل مع الاخ مباشره مرحبا 2900 درهم كليب راه في كارنيت فاكسا عنده عام راه تكير الي ديسيبليني كيسمع المولى هذا الشيء اللي كاين الله يسخر اخي الله يحفظك خاش من سولة لهنايا هذا ديال الصيد هذا سميتهم طاروس في البونتير طاروس في البونتير تبارك الله السن ديالو شهرين ونص هنايا نفس البورت هادي الكورة نتاوي كامل راه كلشي نتاوي هنايا راه تبارك الله ما شاء الله ديال الصيدة شي واحد لا باغي الصيدة ولا شي حاجة يتواصل مع الأخ مباشرة راه عندهم شي شهرين شي حاجة ياك أخي أي شهرين ونص ونخليكم الرقم ديال الأخ والثمن اللي بغى شي حاجه نتعاملوا اللي بغى شي حاجه على الخاص الولاء ديال الصيد هادشي اللي كاين والرقم ديالكم اخي 06 26 10 29 03 في الاخر اللي عجبها شي حاجه تواصل مع الاخ مباشره كليبات ديال الصيد رابورتي وحده كلهم تيوات هادو كلشي تيوات ورا الاب والام راه عندهم في التصاور راه يلوح لكم التصاورات اللي بغى يشوف داكشي تواصل معاه والله يسخر الله يحفظك اخي الله عوين الله يحفظك تبارك الله عليك اخي انا المالي وياك شارموني واش قلتي لي على هاد الكليبه؟ انت اخويا مزيده بقى قرطيطه تزادت بلادي لا قرطيطه سبحان الله راه تزادت بلادي لا راه الكيس اللي بقات عنده راه ماشي للبيع راه الاخ جاب قال لي اجي نوريك هاد الشيء راه نادر وراه تزادت قرطيطه انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك اخي سبحان الله هذه اختها عندها دياله وهي ما عندهاش هي ما عندهاش بواحد سبحان الله الله يسخر الله يحفظك اخي بارك الله فيك صاحبي اش كاين هنايا؟ بيرجي ان شاء الله كاري لا المون بيرجي المون كاري ولا كاسي دو ميكاس لا المون بيرجي المون كاسي راه بيرجي المون كاسي قال لك الاخ شحال عنده السن عنده 3 شهور فاكسان ديالو عنده 3 شهور داير لي فاكسان ياك يا اخي توقفوا وقفوا لنا ما كان كلشي ممكن عنده 3 شهور لي فاكسان ديالو الثمن 1000 درهم تمام 1000 درهم اللي بغى نتفاهموا واللي بغى راه الاخ راه قال لكم يتفاهم يتفاهم معكم والرقم التليفون رقم شحال؟ 06 61 15 22 53 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي عجبو هاد الكليبات تتواصل مع الاخ مباشرة راه بيرجي المو عنده 3 شهور كارنيت فاكسان هادشي اللي كاين هو الكليب راه كتشوفو فيه الله يسخر اخي والسلام معنا الدراري وديديكاس لمن اخي ديديكاس لولاد سيدي موسى احتراماتي لكم الشباب الله يسخر الله يحفظكم الدراري الله يحفظكم الله عوين ومرة الدراري راه مولوعين في السوق وراه ديما كيتفرجوا فينا احتراماتي لكم اخي الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله عليك انت الله يحفظك الله يا الله عوين ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت
ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.